يجب أن نحلم دائما بشكل كبير، لأننا إذا استطعنا رؤيته يمكننا أيضا تحقيقه. مرحبا صديقي العزيز، اليوم سوف أخبركم بتنبؤات شهر يونيو من أجل برج العذراء سندنبس. هذا الرسم البياني للكواكب التي تدور في مرحلة العبور. بردوس في 7 من يونيو و22 من يونيو. في يناير كشتورث يوم 14 من يونيو. سينكشتي شتورث يوم 27 من يونيو. القمر الجديد في 10 من يونيو. اكتمال القمر في 24 من يونيو. حدث كسوف للشمس في 10 من يونيو وهو غير مرئي في الهند. الآن دعنا ننتقل إلى التنبؤ. هنا 6 رقم مكتوب، لذلك أنت من صاعد برج العذراء. إذا كان برجك عند الولادة يحتوي أيضا على 6 أرقام مكتوبة هنا، فهذا التوقع يناسبك. يرجى عدم ارتكاب أي خطأ في مشاهدة الفيديو، وإلا فلن يتطابق التوقع. هذا التوقع على أساس الأوقات والتواريخ الهندية، لذلك يجب عليك تعيين التنبؤ من تاريخ ووقت بلدك. كونك كوكب المشتري في المنزل 6، عليك أن تعتني بصحتك. هذه المرة ستكون مشكلتي للطلاب. سيكون هناك نقص في المال لأولئك الذين يمارسون الأعمال التجارية. هذا ليس الوقت المناسب لعلاقة الحب. رب العذراء الصاعد هو عطارد. عطارد يجلس مع صنوراح في البيت 9. من 3 من يونيو سيبقى عطارد رجعي في المنزل 9. إذا كنت تفكر في الدراسة أو العمل الديني أو رحلة طويلة، فستتمكن من المضي قدما فيها. سوف تحصل على فائدة في الوظيفة. سوف يدعمك الحظ. كوكب الزهرة موجود في منزلك 10، ومن ثم يمكن للأشخاص المرتبطين بصناعة الأزياء وفي المجال الإبداعي الاستفادة. ستلاحظ فينوس منزلك 4 حتى تتمكن من شراء سيارة جديدة. يمكنك أيضا شراء عقار جديد. ستكون هناك سعادة في منزلك. المريخ يجلس في المنزل 11 في برج سرطان، ثم قد تفسد علاقتك بأصدقائك. قد يكون أشقاؤك الأكبر سنة مناقشة. يظهر المريخ أيضا منزلك 2، ثم يصبح خطابك مريرا. يمكن أن يكون هناك نقاشات في منزلك. لا تحاول كسب المال بطريقة خاطئة، وإلا ستزداد مشكلتك. سيظهر كوكب المريخ في منزلك 5 ويجلس زحل هناك، لذلك قد تكون هناك مشكلة تتعلق بطفلك. قد تحدث مشاكل العملية والدم. يمثل المريخ المنزل 8، لذا يمكنك الفوز في قضية محكمة. كوكب المشتري يجلس في منزلك 6، برج الدلو. لا تقرض أي شخص في هذا الوقت، وإلا فإن أموالك ستعطل. يمكن أن تحدث المشاكل في حياتك الزوجية. كوكب المشتري في المنزل 10، ثم يمكنك الحصول على مزايا في الوظيفة. كوكب المشتري أيضا جوانب منزلك 12، ثم ستزيد نفقاتك. تأتي الشمس في المنزل 10 بعد 15 من يونيو في برج الجوزاء، ومن ثم يمكن لأولئك الذين كانوا يستعدون لوظيفة حكوميات أن ينجحوا. لنرى الآن الأيام السيئة. أنت أو أنا يوما أو يومين في الشهر مما يسبب لنا التوتر وعدم الراحة والمتاعب. المتشائمون يصنعونها، وهذا هو الوقت الذي يدخل فيه سيد العقل والدماغ في الموقف السلبي. عندما يأتي القمر في المنزل 6 أو 8 أو 12، فإنه يألمنا. أولئك الذين ليس لديهم ولادة قمرية جيدة، يمكنهم مراقبة برادوش في 7 من يونيو و22 من يونيو. هذا هو صوم اللورة شيفا. 1 و2 من يونيو. 5 و6 و7 من يونيو. 15 و16 و17 من يونيو. 28 و29 من يونيو. ستكون هناك أيام سيئة بالنسبة لك، لذا يجب ألا تتخذ أي قرار خاطئ في هذا اليوم. إنه لأمر جيد إلا تسقط في فوضى الهدر. تحكم في كلامك. لا تقل أن روح أحدهم مجروحة. قد تزيد نفقاتك. يمكن أن تأتي المشاكل الصحية أيضا. تعرف الآن على جد كسري يوجب
عندما يكون كوكب المشتري والقمر معا، أو كوكب المشتري والقمر وجها لوجه بعضهما البعض، أو في أربعة أماكن، يتم تشكيل يوجاجاج كيشري. تماما مثل الآن، كوكب المشتري موجود هنا، عندما يأتي القمر هنا، في برج الدلو، أو سيأتي هنا في برج الثور، أو سيأتي هنا في برج الأسد، أو سيأتي هنا في برج العقرب، ثم بسبب المشتري والقمر، جاج سيتم تشكيل كيسري يوج. في جد كيسري يوج، هناك مزيج من كوكب المشتري والقمر، المشتري يعني المال والقمر يعني الماء. لذلك خلال هذا اليوم تدفق الأموال جيد. إذا كنت تقوم ببعض الأعمال، فيمكنك تحصيل المدفوعات من شخص ما، خلال هذه الأيام، يمكنك الحصول على فائدة. إذن هذا هو جد كيسري يوج. يتم تحضير يوجاج كيسري لك في هذه الأيام الخمسة: الأول من يونيو، التاسع من يونيو، السادس عشر من يونيو، الثاني والعشرين من يونيو، والتاسع والعشرين من يونيو. من بين هذه الأيام الخمسة سوف يفيدك يومي 29 من يونيو. الأيام الثلاثة المتبقية: الأول من يونيو، السادس عشر من يونيو، والتاسع والعشرين من يونيو، لن تفيدك كثيرا. من خلال تذكر اللورا دراما أولا كل يوم ثلاثاء وقراءة حنومنت فاليس وتوزيع الحلويات على الأطفال في المعبد، سيكون ذلك مفيدا لك. بالنسبة لأولئك الذين لم تكن ولادتهم المريخ جيدة، مما يعني أن المريخ في المنزل الرابع أو الثامن أو الثاني عشر في برجك، يمكنك إذن مشاهدة فينايا كانشات ورثيو في الرابع عشر من يونيو وسام كاشتيشات ورثيو في السابع والعشرين من يونيو. إذا كان الرح سيئا في برجك، بمعنى أنه في المنزل الرابع أو الثامن أو الثاني عشر، فعليك أن تقرأ فيصنوس حسترينيم في كل قمر جديد. في المياه المتدفقة، سيقلل تساقط جوز الهند من التأثير السيء للرح. في هذا الشهر، يكون القمر الجديد في العاشر من يونيو. حدث كسوف للشمس في العاشر من يونيو، وهو غير مرئي في الهند. إذا تبرعت في هذا اليوم، فسيكون ذلك مفيدا لك. إذا كنت لا تستطيع التبرع، تعويذة الشمس. يمضبك يوزم سانكسيم كسيابيم محدا يوتم. تموري صرف ببجن برينتوز من دفكرم. علامة اقتباس. يجب على المرء أن يردد هذا المنترا. يمكن أن يؤدي ترديد سان منتر إلى التخلص من كل مشاكلك. إن ترديد المنترا أثناء الكسوف يثبت بسرعة أن المنترا. في كل قمر جديد، العاشر من يونيو، ضع بعض السمسم الأسود في الماء وقد مهلش جراب يبال، وسوف تحصل على الفائدة أيضا. لذلك كان هذا هو توقع شهر يونيو لصعود برج العذراء. استمر في مشاهدة قناتنا لمزيد من المعلومات. أشكرك.